بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرة الأخيرة الأسبوع 12 عن الإير، كلية الطب جامعة كربلاء في شهر نيسان 2020. المحاضرة أعددها دكتور أحمد البغدادي مشكورا، وبصوت وإلقاء دكتور حيدر الصباهي أخصائي الجراحة العصبية. كالاتفاق القديم أنه ما يكتب هو للاطلاع وما يذكر بالأوديو هو للحفظ. باسمه تعالى، محاضرة الأسبوع الأخير، أسبوع 12، طالب كلية الطب جامعة كربلاء المرحلة الثالثة. المحاضرة عن الإير بقلم دكتور أحمد البغدادي رئيس قسم التشريح جامعة كربلاء، وبصوت دكتور حيدر الصباح. كاتباق القديم، أي شيء بالأوديو هو حفظ ومطلوب، وأي شيء مكتوب أو مرسوم هو للاطلاع. الوظائف، وظائف الإير والهيرينج للسلايد السابق هي واضحة، وتقسيم الإير تقسم إلى external, middle and inner ear. الاناتومي نجي على الاكسترنال اير. اناتومي انكلود يعني ثلاث اجزاء رئيسه تشمل، اللي هي الاوركل الفنه نفسها، و هاي الخارجيه طبعا هو الغضروف الخارجي هذا، والاكسترنال اوركل كانال نفس الميتس الكانال اللي يفدي داخلا من خارج الداخل، مع الاير درام اللي هو التيمبانيك ميمبرين، ها تسميه اخرى للتيمبانيك ميمبرين هذا الاير درام. الاوركل كارتلستيك شيب ومعظمها كارتلج ما عدا بعض الفات والسبكتينيس تشيو بالارلوب. وظيفتها من شكلها كولكت ساوند ويفز اند دايركت فابريشن انتو اكسترنال اوديتوري كانال. الاكسترنال اوديتوري كانال ممكن تقسيمها الى تقسيم مهم الى اللاترال وان ثيرد، متكون من الاستيك كارتريج الوول مال، اما الميديال تو ثيرد الوول مكون من البون هير وسبيشس جلانس وسيرومينس جلانس، موجود اكيد بالكنال، ويلعب الهير اند واكس بروفايد ستيكي بارير ذات بريفنت ذا انترنس اوف فورن بوديز ايفن انسكتس. وهاي وظائف الرئيسيه للاوتر اير الاكسترنال اير، الامبليفيكيشن فلترنج بروتكشن اند لوكاليزيشن اوف ساوند. التيمبانيك ميمبرين الاسم الاخر هو الاير درام، محسوب على الاكسترنال اير قبل لا نبدا بالميدل اير، ويكون في نهايه القناه بنهايه الاكسترنال ميتس وضعه بشكل اوبليك فيري ثين وترانسلوزنت. كالطبقات في الطبقه الخارجيه حتكون كوتينيوس، الطبقه الوسطى فايبروس، والطبقه الداخليه هي ميوكوس. بالمحيط حيكون أخ فايبروكارتيجينوس رينج. تيمبانيك ميمبرين الاسم الثاني هو الإيردرام، هو محسوب أناتوميكالي على الإكسترنال إير مو على الميدل إير، حيكون بنهاية الإكسترنال أوريتوري ميتس بشكل أوبليك، وهو very thin normally هو translucent
ثلاث طبقات متكونة عندها، الطبقة الخارجية هي الكوتينيوس، الوسطى هي الفايبروس، وداخلية ميوكوسير. بالمحيط مالته بالطرف مالته يكون أثخن من السنتر. ومن المهم أن تعرف أنه عد الفحص من قبل المحنجر يفحصون الإيردرم مكان اللايت كون اوف لايت حيكون انتيرو انفير كوادرنت كما حيبين بالستاد الجاي الصورة مالته هو ريفلكس اوف لايت. تيمبانيك ميمبرين بي اكسترنال سيرفيس وانترنال سيرفيس او لاترال سيرفيس وميديال سيرفيس يسميها كيف. الاكسترنال سيرفيس كفرد باي سكين، احنا قلنا هو في طبقه تكون الطبقه الخارجيه هي الكوتينيوس وهي المغطاه بالسكين، الطبقه الداخليه هي تغطى الانترنال سيرفيس يغطى بالكفرد باي ميوكوس ميمبرين. والطبقه الداخليه سيرفز از ان اتاتشمنت فور هاندل اوف مالت. middle ear air filled cavity موقعها داخل temporal bone petrous part of temporal bone. تقسم include تقسم نقول تشريحين الى جزء سفلي وجزء علوي. الجزء السفلي tympanic cavity proper والجزء العلوي epitympanic recess اللي يحتوي على عظام الاذن المطرقة والسندان من head of malleus and body of antrus. communication of middle ear anteriorly تتصل مع النيزوفارنكس عن طريق الاستيكينتي و posteriorly تتواصل مع mastoid air cells and mastoid antrus. boundaries of tympanic cavity أهم boundary هي lateral and medial. lateral كونه متصل بالtympanic membrane واللي فصلة عن الاكسترنال اير، والميديال اللي هو يعني يمثل lateral wall of inner ear. وهذا المكان بي يعني نقول فتحتين فينستا vestibuli وفينستا كوكلي اللي هي فتحات موجودة هي بالإنر إير تغطى فقط بالتيمبانيك ميمبرين. contents of middle ear three ossicles شين عنهم malleus, uncus and stapes two muscles stapedius and tensor tympani muscles two nerves cord tympani and tympanic flutters. كرة التيمباني هي أصلها mutation. air also it is قلنا احنا هو air fault cavity. هنا هذا السلايد ذاك الاستافيديوس مصل، ويستفيد المصل هي ال smallest skeletal muscle in a human، والانسيرشن مالتها يكون بالنك اوف ستيفيس ثلاث العظام الاوسيكلز. وظيفتها الرئيسيه تقلل الضوضاء، ولهذا النيرف سبلاي تستمد من الفيشن نيرف، ولهذا بال common بيلس بالسي فيشل بالسي اللي هو مثلا شرجي يجيك المريض يعني من اذن واحده من الليفت اوريدي ما تحمل الضوضاء ما تحمل يسمع صوت، احنا نسمي هذا كلينيكالي هايبر اكوزز.
العضلة الثانية بالميدل اير اللي هي التنسور سيمفوني ماسل واللي تزود اندايركتلي بعد تهاجمنا النير. انسيرشن اوريجين بين الاوستيكينيتي وبين الهاندل اوف ماليوس. وظيفتها الرئيسية decrease vibration of symphonic membrane. هسه الاوليتري اوسيكلز تحت عظام صغيرة ماليوس انكس اند ستيفيس from lateral to medial. يعني السيمفونيك ميمبرين يتصل بالماليوس اللي يتصل اللي يضرب على الانكس واللي يضرب على الحركة الستيبس واللي تتصل دي ويندو موجودة بالانر اير بحيث الفوت بليت اوف ذا ستيبس sits in the oval window. الفوت بليت transmit sounds to the inner ear والراوند ويندو اللي provide an exit for sound vibration. قبل كم سلايد قلنا اكو فينستا فيستيبولي فينستا كوكلي نفس ذني اسماء اخرى لهن الاوفل ويندو والراوند ويندو. ذني الثلاث عظام اللي هي اوسيكلز transmit sonic vibrations from tympanic membrane to inner ear and amplify pulse. تيوب نتذكر انه قلنا هو تفتح على الانتيرير وول اوف ميدل اير عندها عدة اسماء الاوريتري تيوب فارينجو تيمبانيك تيوب. مهمة ليش؟ لان allow air to enter or leave middle ear cavity, balance pressure in middle ear positive pressure and allowing the free movement of symphonic membrane. تذكرون يمكن كنا بالنقرة بالثانوية انه عندما تسمع صوت عالي افتح حلقك. والله شنو على مود تشتغل؟ على مود تحمي الاوستيكين تيوب تفتحها على مود تحمي الايرمان. هنا قاعد يقول انه تبقى الاوستيكين تيوب دائما مغلقة. مغلقة دائما ما عدا عند البلع وما عدا عند التثاؤب. يعني تحلق تفتح اثناء هاي اما هي عدل في الظروف العادية هي مغلقة وتفتح فقط عند هذه عند البلع وعند التثاؤب او في الحدث الثاني. نبدا الان بالانر اير. الانر اير كذلك بالتمبورال بون وانكلود اورجن اوف هيرينج كوكليا والبالانس اللي هو سيمي سيركولار كنال مع الفيستيبيول والكنال نيرف السابع والثامن. البوني لابرنت يتكون من هاي اللي قلناها اللي هي الكوكليا للهيرينج والفستيبيول والسيمي سيركولار كانال لل فيستيبولار فانكشن اللي هو ذكروه مثل ما اخذنا محاضرة كان النيرف انه الكوكليير نيرف لل interpreting of sounds and hearing والفستيبولار نيرف movement of head acceleration وكذا و appreciation in space وهكذا. الـ inner ear يتكون من قسمين يعني رئيسيين الـ body labyrinth والـ membranous labyrinth. الـ membranous labyrinth is already contained بالـ body labyrinth بمعنى من تلقى semicircular canal هذه الـ body labyrinth في داخلها
هناك الميمبرينوس لابرينت يتمثل بالسيميسيكلر دكت، كذلك الحابة انت للفيستيبيول، الفيستيبيول مثل البودي لابرينت، وفي داخله اليوتريكل اند ساكيول اللي يقابل الدكت، والكوكلير بون الميمبرينوس لاب البوني لابرينت يقابل الكوكلير دكت. الدكت يسبح في محيط من البيرلين، وفي داخله يحتوي على الاندوليوم. اذا الميمبرينوس لابرينت في داخله هو الاندوليوم، بينما بينه وبين البون هو البيرلين. سيميسيكولار كانال ثلاثة بها يعني ثلاث ثري كانالز، اللي هي السوبيريور والبوستيريور واللاترال، من كل اتجاه ماخذ واحد، من الأعلى والأسفل ماخذ السوبيريور، أمام خلف ماخذ البوستيريور، ميديا ولا لا ماخذ اللاترال ماخذ الميديا. هاي أسماء السيميسيكولار كانال. كوكليير تو اند هاف بارتينز، بارتينز يعمل تو بارتين ونص. بالنسبة للسيمي سيركولار دكت تنتهي بستركتشر اسمه الأنفولة كونكشن إله، وهذا يحتوي على السنسوري ريسبتر اورجنز مثل ما قلنا انه اليوتريكل والساكيول والسيمسيكولار دكت تغطي الروتيشنال موفمنت اوف هيد. هسه الساكيول حيكون مرتبط بالكوكليار دكت، واليوتريكل يكون مرتبط بالسيميسيكولار كانال، سيميسيكولار دكت. الكوكليار دكت تقع بين السكالا فيستيبولي والسكالا تمبرالي. الكوكليار دكت تحتوي على الاندوليوم، والسكالا فيستيبولي والسكالا تمبرالي تحتوي على البيرلين. هسه مفهوم بعض اكثر، ويوصلها فقط الميمبرين فيستيبولار وبيسال الميمبرين ريسبكتيفلي عندهم الاثنين. الكوكليير دكت كونتين اورجن اوف كورتي اللي مسؤول عن السنسري، اللي يمثل السنسري اند اورجن اوف هيرينج.